حبيب بيلعب كرة حبيب للجردي، جردي عم يتقدم، جردي بيلعب الكرة خطرة جدا، خطر إبراهيم بحسون داخل منطقة جزاء، إبراهيم بحسون بسدد كرة جول، إبراهيم بحسون عم بيسجل الهدف الأول لنادي الأخاء. إبراهيم بحسون بيخضعه تماما لمحمود الصداوي، وفرحة جنونية للفريق الجبلي. 1-0 إبراهيم بحسون اللي دخل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة. البيوت قاعد من الصفا والاخاء ايه بالمقاهي، وفرصه مع دانيال ابو فخر يلي بسدد. دانيال ابو فخر جول، مواليد عام 2000 عم بينجح. شوفوا التمريره الرائعه ودانيال ابو فخر هون، طلال دندشلي هون يلي صار حبيب شويخ. شوفوا ابراهيم بحسون شو لعيب يا ابراهيم، طلال دندشلي عم يتحسن رائع.